تشيل انت ليبي مقسم قدامك تبكي ما تقدرش، لكن الله غالب تبي تتحمل وتشيل. يعني ما عندك شي تدير الله غالب، قدامك واحد مقسوم اثنين تبي تشيله، مقسوم اثنين ايش تبي تدير؟ الله غالب شيله وخلاص. يعني وهضم الشباب اما تكلم عاد هضم من طرابلس جايين 1500 كيلو را هضم من طرابلس. طبعا البحر صعب شوي لان طبعا انت تحرس في البحر فهمت تفتش على جثث. هي تعبنا شوي صح في عمليه البحث، بس الحمد لله يعني بفضل الله وفضل الرجال المخلصين رمي اللي مقدمين ارواحهم فداء لهذا الوطن واخراج على جثامين، نسال الله يتقبلها من الشهداء. والوضع والله يا رجل الوضع صعب للاسف والله الواحد يا رجل ما لا يسعني نقول ان الله وان الى رجعهم والله الواحد